عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم حنا في الصالة الجديدة في المركز الثقافي لاختيار ملكة جمال الأطلس. أنا نبيلة عقيلي، فرحانة باش نكون معكم اليوم وغنكون كضيفة شرف، وهذا شرف ليا. وإن شاء الله غدوز نهار زوين وبقاو معنا. أزول سمينو سالم عيزة، دي خدت بدين تمرير. المشاركة فينو ديجا أمزخ ملكة جمال فنون الجبال، كذلك لتقخ عريضة أزياء، ولتمنى حظ سعيد لكاع المشاركات اللي نحضر راقي دنخ. أشكر خرجنا التحكيم، أشكر الجمعية التزيي اللي خوشان الفرصة يا أن نشارك، يشارك نتفرخ دنين أدخل من التجربة يا إلي. خليني كلمة أخيرة، أسبق سمينو في مزيغ العالم كل من يقلان. أهلاً ياسمين، رجل دوم مدينة قنيطرة، 22 سنة، عارضة أزياء. ديجا شاركت في ميس الزهور وميس أفريكا، تاج بحر وعروض أزياء من منطقة المغرب. وكنشكر لجنة التحكيم على هذا المهرجان اللي كيعطيو فرصة للعارضات أنهم يبينوا المواهب ديالهم. وكنتمنى حظ موفق لكاع العارضات، كاع العارضات إن شاء الله. وكنت بيان بريزونتي كل شيء، تبارك الله هو هذاك. وكنتمنى كاع العارضات يكونوا في المستوى إن شاء الله، ولجنة التحكيم تصار البنات اللي في المستوى. وشكرا. السلام عليكم، انا اسماء عبد الحاج من مدينه سلا. جيت اليوم نشارك في الكاستينغ ديال ميس اطلس. الصراحه كنتعجبني بزاف، اي حاجه فيها العرض ازياء او اي حاجه فيها كونوتا كتبرز كونوتا كتعجبني بزاف. كنتمنى ان شاء الله نكون موفقات ان شاء الله وندوز في هذا الكاستينغ. وكنشكر اللجنه اللي نظمات هذا الكاستينغ حيت عطاتنا فرصه ما كتعود. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى تكون تجربه زوينه. شكرا. السلام عليكم، معكم رشيد حسني، فنان ومدير فني ديال مهرجان الدولي ديال القفطان غلوريا فاشن تراديسيونيل. حنا اليوم في كاستينغ ديال ميس اطلس ديال جمعيه المنتدى الابداع والفن المغربي. اول حاجه كنشكر ليكيب كامله على هاد التظاهرات اللي كيعملوا الشابات المغربيات باش يشجعوهم على الميدان ديال الموضه والفاشن، كل ما يتعلق انها ثقافي وفني. وكنتمنى للجميع حد سعيد، وكنتمنى للكونديتات هما حد سعيد، وان شاء الله المزيد من التألق والنجاح. وكنشكر الصحافة اللي حاضرة معنا، ومسيد خليد مسيد التعزي، وشكرا لكم. ميرسي بكم. جديدون سيدي ابدون الرئيس التمسمون في تسديل الابداع الثقافه والسلسله الجديده الكوين ديالو بدريه تنسيق المنتدى الفن الابداع سيمينس دريا نقلب بدريه تشيرتنا تخسر الجديده افا ادين سين كاستينغ افا ادزرين تغيف ملكه الجمال الاطلس انفزاز كل يا التكا ود ملك الفزاز تيايا ودبت تغيير الثقافة بالفن متمزيغت النخ نكون كل النخ المغربي. معكم رئيسة جمعية التسديد للثقافة والإبداع، وإلى جانبها أنا ممثلة ومنشطة في قناة الأمازيغية. طبعا هذه المبادرة هي مبادرة طيبة من منتدى منتدى الإبداع الثقافة والإبداع بمدينة مكناس، اللي عمل معنا واحدة موسيقية باش نديرو هاد الكاستينغ بشكل جديد، نفتحو مجال للشابات المغربيات. طبعا ملي كنقول نتكلمو على الجمال مكيبقاش مع الشكل، وإنما خصها تكون ثقافة عامة، كل إنسان عنده تواصل مع الأحداث الوطنية أو الدولية، وكيمثل بلادو طبعا في التظاهرات يا إما على الصعيد الوطني أو على الصعيد العالمي، لما لا. وطبعا هذا كيدخل دائما في نطاق إبداع الشباب المغربي. شكرا. سيف وقلايا التنين أسبق سمينو كل مزيغ ولي تشغسي مزيغ ولي كل مغربين أسبق سيغودان بالصحة بهنا التغذية العمر. بهذه المناسبة كنقول لكم سنة سعيدة لكل الأمازيغيين، طبعا ماشي الأمازيغ بوحدهم وإنما لكل المغاربة، لأنه عيد وطني لنا جميع. وفي نفس الوقت كنحتفلوا بذكرى ديال الاستقلال، ثقة الاستقلال. وشكرا. السلام عليكم، انا جيت سعيد باش نعرض عليكم انت وجميع الشباب باش يحضروا المهرجان ديال قفطان الاطلس. هذا العلم جد جد مهم جدا جدا
وانا مسرور كذلك لان الدوره باسمي، وكنتمنى عند الله سبحانه وتعالى ندوز هذه الدوره هذا في احسن مهران. الناس ديال الكناس الشجار الشباب اللي قايم بهم هذا المجهود الجبار اللي حقا ما محتاجينش المساعده، محتاجين كلمه طيبه على الاقل. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا ندوزوا هذا المهرجان واحد كيفيه غير معروفه. والشباب الشباب وديرهم هاد الشباب اللي كتعرف بلي هاد الشاب هذا شحال هذا هو كيجي على المهرجان، هو واحد الخليل ديال النحل، واحد الخليل ديال النحل كلهم كيجري باش يكون في المستوى العالي ان شاء الله. وكنتمنى لكم كذلك تتم الصحافه اللي كتبذل مجهود من سبب الخصوص با خليل، تبارك الله عليك زعما أجدك في كل مكان، كتجري وكتعمل كل شيء، واحد التواضع كبير. كنتمنى لك الصحة والعافية، كنتمنى لك سي إبراهيم الصديق الجميل اللي تبارك الله عليه قدام بواحد واحد 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 السرعة، وكيصبر والصبر ديالو هو اللي غادي إن شاء الله ينجحوا وغادي يولي بخير على خير. كنتمنى لكم جميعا أوقات ممتعة في متناس. مرحبا بكم في مسيرهما وغادي نشوفوا. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.